شكل الترجي اختلف مع المدرب البرتغالي جاردوزو. خارج ملعبه ليه فلسفة خاصة، بيلعب دايما على النواحي الدفاعية، بيقفل، ما بيستعجلش، عنده نفس طويل بلغة الكورة، انه دايما بيقفل خطوطه كويس وعايز دايما يخطف. شكل الترجي بيكون ازاي خارج ملعبه، خاصة المباراة القادمة هيكون امام النادي الاهلي خارج ملعبه، الفلسفة اللي ممكن يلعب بيها المدرب البرتغالي، وعايز استعرض برضو ارقامه خارج ملعبه بيكون الشكل ازاي، والارقام بتكون في الاستحواذ شكلها ازاي. تمام يا كابتن يوسف، طبعا يعني تاكيدا لكلامك، هو الفتره الكاردوزو مسك الترجي تقريبا مباراه النجم الساحلي، بنتكلم في افريقيا مالناش دعوه محليه. تمام. مباراه النجم الساحلي، مباراه النجم الساحلي دي كانت مصيريه بالنسبه لهم في المجموعات، لان هم كانوا دي الجوله الخامسه وهم كانوا رايحين بخمس نقط، فالنهارده كانت ازمه، هو قدر يكسب النجم ثم الهلال وتاهل. هنبتدي بقى هنا هنستعرض ارقامه، هو لعب مباراه اسك في دور الثمانيه خارج ملعبه، الاياب خارج ملعبه اتعادل 0-0، وكان متعادل في تونس 0-0. وهنستعرض ارقام مباراه الصن داونز، كانت نفس الفكره، بيلعب الذهاب في تونس قدر يكسب 1-0، ولعب الاياب في جنوب افريقيا، والظروف برضو خدمته في التوقيت بتاع المباراه، المباراه كمان توقفت لفتره بسبب الامطار، فالظروف برضو خدمته ان هو لعب صن داونز في اجواء اللي صن داونز ما بيحبش يلعب فيها فرق شمال افريقيا. فهنا هتلاقي برضو تباين، لان في فرق، انا هو مع اسك انا رايح 0-0، فانا عايز اسجل، يعني عايز اسجل بره ارضي لعل وعسى اخطف التاهل، فتلاقي ان هو مثلا فكره الاستحواذ كان نسبته اكبر. لكن مع صن داونز الامور كانت مختلفه، وده ممكن يكون الشكل الاقرب لمباراه النادي الاهلي بالظبط زي صن داونز، او الشكل اللي هيلعب بيه بالظبط كده. ان فكره، بص، الاستحواذ 28% كتوتال، يعني تقريبا الترجي ما مسكش كوره خالص، ساب الكوره صن داونز في المباراتين كان ليه تصريحات غاضبه عن طريقه لعب الترجي. المحاولات هنا امام اسك، هو عمل 4 محاولات منهم محاوله واحده صحيحه، امام صن داونز عمل 6 محاولات منهم 3 محاولات صحيحه. بنتكلم في المحاولات الصحيحه دي اللي بين القائمين والعرض، يعني مش لازم تكون محاولات خطره. لكن برضو من الحاجات المهمه ان هو خارج ملعبه الترجي بيحاول يشوط من بره 18 كتير لما بيتزنق، ودي هم بيلعبوا عليها، ولكن ما كانتش برضو بتمثل خطوره كبيره. المحاولات من داخل منطقه الجزاء 3 كان في مباراه صن داونز، وواحده بس في مباراه اسك. نسبه التمريرات، بص، عدد التمريرات قليل جدا كبير امام صن داونز، قليل قدام صن داونز، كبير جدا قدام اسك بالظبط. ليه؟ انا بقول لحضرتك الفلسفه، فكره ان هو قدام اسك هو 0-0 في تونس، فانا عايز اجيب جون واستغل ان اسك برده مش يعني لسه بيرجع لمكانته تاني، فممكن اسجل. لكن مع صن داونز هو ما قدرش يمسك الكوره، فالنهارده هو ساب له الاستحواذ ولعب على الغلطه اللي سجل منها الهدف. فدي برده دقه التمريرات. طبعا التمريرات الطوليه هم بيلعبوا عليها بشكل كبير، هنا 47 تمريره، لكن بص بقى نسبتها في مباراه صن داونز كبيره جدا، بيلعبوا كور طويله كتير حتى لو دقتها مش كبيره، ولكن هم بيلعبوها كتير بيعتمدوا عليها. الكرات بنتكلم العرضية، برضو نسبة الكرات العرضية 4 من 2 صحاح من 4، أمام أسك عملوا 16 كرة عرضية منهم 3 بشكل صحيح. اعتراض الكرة هنا بقى الحالة الدفاعية، هو أمام أسك ما كانش بيدافع كتير، فأرقامه شوية قليلة، رقم كبير، لكن هنا قدام صن داونز عشان هو كان بيدافع بشكل أكبر، فهنا بص الرقم عامل إزاي. اعتراض الكرة أو الانترسبشن زي ما بنقول 18، التدخلات أو التاكلينج اللي عملوه 17، الكرة الثانية أو البول ريكفر 48 مره، وده برضو رقم كبير، الكليرنس او التشتيت زي ما بنقول كده بلغه الكوره 50 مره، الحارس المميز مميش عمل 6 تصديات ناجحه منهم كانوا كورتين خطيرين جدا في مباراه كان هو نجم المباراه الاول طبعا، هو واحد من يعني اسباب صعوده من المباراه النهائيه، صعود الترجي المباراه النهائيه، تصدى ركلتين جزاء امام اسك ابيجان، تصدى لكور وفرص محققه امام صن داونز في مباراه الاياب، فهو وعامل تقريبا بنتكلم دلوقتي 11 كلين شيت في البطوله او 10 كلين شيت في البطوله، رقم كبير جدا، بينافس طبعا عليه معاه مصطفى شوبير، ولكن مصطفى شوبير لعب مباريات اقل كمان منه. فدي شكل او فلسفه صن داونز في المباراتين اللي لعبهم بره ملعبه. اذا النهارده الترجي هيكون الشكل الاقرب ليه اللي هيواجه النادي الاهلي هو مباراته امام صن داونز في صن داونز، ده بنسبه كبيره اللي احنا بنتوقعه، ان هو هيعتمد على فكره ان انا يعني في توازن دفاع، عندي الدفاع بتاعي موجود، واحاول العب على فكره المرتدات اللي هي بالمناسبه نجحت في مره قدام صن داونز او مرتين، لان هو سجل هدف في تونس من برضو هجمه، بس يمكن في تونس كان بيهاجم اكتر شويه،
لكن في مباراة اللي في جنوب أفريقيا الأمر كان مختلف تماما، لكن هو استغل خطأ وحيد قدر أنه يسجل منه الهدف.